اهلا بيكم معانا مره تانية في معلوماتنا السريعه في ميد ليرن. دلوقتي المعلومه بتاع النهارده ليها علاقه بحالات الاكيوت دايريه اللي بنشوفها في حياتنا العمليه. بنركز دايما على نقطه مهمه قوي، ان احنا لازم نسال على الفاميلي هيستوري، هل في اذر فاميلي ممبرز افكتد بالدايريه دي ولا لا. مش هعالج العيان وانسى ايه اهم سؤال او سؤال مهم، يعني يا ترى في حد في الفاميلي بتاعته كمان افكتد؟ ليه بقى؟ يوم ما نلاقي الفاميلي كلها واخدة فيها شوط الدايرية او كذا حد فيهم، لازم نفكر في البوسيبيليتيز دي، ان تكون في توكسيك ستافيلوكوكال جاسترو انترايتس حصلت وافكتد الفاميلي اللي اكله من نفس الاكلة، بوتوليزم ده موضوع خطير جدا، ها، ونيورولوجيكال مانيفستيشنز وبلاوي كلهم بياكلوا من نفس البرطمان اللي فيه المشكلة، كونتاجيوس كونديشنز زي الايه، سالمونيلا، الشيجيلا، الكامبيلوباكتر، كل دي انفكشنز من اللي هي ممكن تنتقل من العيان ومن ايديه كده، تنتقل من خلال الاكل التاني للعائله للفاميلي بتاعته، ممكن ايه يجيله. فيوم ما الاقي الفاميلي كلها كده اهوت ايه، كذا حد ممبر فيها افكتد بالدايريه، مخي يروح على التوكسيك ستافيلوكوكال جاسترو انترايتس، البوتوليزم، ها، واي كونتاجيوس كونديشنز من العنيفه زي السالمونيلا والشيجيلا والايه والكامبيلوباكتر. وإلى اللقاء بكرة مع إن شاء الله معلومة جديدة بإذن الله.